لحظات قبل انطلاقة المباراة، المنتخب المصري بقيادة أحمد فتحي شوكر في هذه المباراة، الكل يترقب من يلعب من يشارك. انطلاقة وادي عبد الله السعيد لمروان، ومروان والهدف الأول يضيع. وادي الضربة الرأسية في محاولة كانت من ياكوبو سيلا رقم 8، هو يا دوبك لمس ولكن الشناوي راح ببراعة. الحضري يشارك هنا بقى عشان يضع اسمه في سجلات طبعا الارقام القياسيه اللي يعني اصبحت اختصاص مصري. حلوه حلوه يا نادي، حلوه يا نادي. طيب مباراه برشلونه امامنا مع الارسنال، لكن كره حلوه قوي ومنتخب مصر لازم يستغل المهاره والعبه. حلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، تريزيجيه روعه يا مروان. وادي الكره البينيه خطيره الحضري يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الحضري 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 الحضري، ادي امامنا عصام الحضري، هو الاصل احسن جون في مصر في هذه اللقطه، يستحق هذه الاشاده. ينهي دانيال بنت هذه المباراه الصعبه.